نظن انه يعني التحضير داروه في ملعب قسنطينه، ولهذا ما تقوليش ما كاش وين يحضروا. ثانيا اكيد كل واحد راهو مسؤول على يعني الاستاد ولا الملعب اللي راهو فيه، ونظن انه يعني ما راهيش في حاله الملعب، ما راهيش في الصفه اللي راك توصفها. ولا نظن انه اكيد نقولوا مثلا 5 جويليا والناسيون المونديلا، من الضروري انه كان لازم يتعاود. هذه يعني بكل لي سبيسياليست كاع يقول لك باللي هذا درنا فيه الالعاب العربيه، البراقي نفس الشيء، ولهذا تعاود. علاش ما نهضروش على وهران وقسنطينه اللي راهو في احسن حاله؟ ولهذا انا نقول لك انه من الاخر الشهر كل المنشات تكون في المستوى، واكيد اللي ما يقومش بالواجب تاعو سي نورمال كي راح يتحاسب، وهذا شيء عادي جدا.